اتأخرت ليه كده يا حبيبي؟ ظروف غصب عني يا روحي اتأخرت. شش ما تتكلمش، تعال نتكلم جوه، تعال تعال. انت متأكدة ان احنا لوحدينا يا حبيبتي؟ طبعا يا حبيبي مفيش حد ويانا غير انا وانت بس. دلوقتي انا اطمنت خالص. مبسوط يا عادل؟ مبسوط، انا مبسوط خالص يا حبيبتي. ميرسي يا روحي. ايه اللي بتعملوه ده؟ مش كده ابدا، انا جاي. الظاهر ان انا مش قادر افهمك اللي انا عايز اقوله بالظبط. تحب نعمل بروفا؟ نتعلم يا شريف. اتفضل مطرح بروف. يا سلام، اهو بقى لو ترسم لنا منظر وهو بيحضنها كده. ايوه. نعمل براجندا جامده للفيلم. ازاي بقى؟ تتنشر في الجرنان ونكتب تحتها يا هنترة هيتجوزها ام لا يا هنترة. اما انت منتج فاتك صحيح. كتير. تعالى. انت متاكده ان مفيش حد غيرنا؟ مفيش حد يا حبيبي غير انا وانت بس. انا اطمنت دلوقتي. يا روحي. ايه اللي بتعمله ده؟ للذكرى والتاريخ. ممكن كده يا استاذ جلال؟ احاول يا استاذ شريف. اتفضل. يلا من الاول. يلا شريف. دور. لك ايه؟ 24 واحد اول مره. انت متاكده ان احنا لوحدينا؟ طبعا يا حبيبي مفيش غيري انا وانت. انا دلوقتي مطمن خالص يا حبيبي. يا حبيبتي انا. هو ده، اطبع دي. مبروك يا جماعه، دي كانت اخر لقطه في الفيلم، وبالمناسبه دي كلكم معزومين عندي على العشاء بكره، ما تنسوش. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا استاذ شريف، عقبال الفيلم الجاي ان شاء الله. الله يبارك فيك، ان شاء الله كلنا سوا. ان شاء الله. نتمنى لك النجاح بالتوفيق ان شاء الله. قول لي الحفله دي فيها منكر؟ ازايز ويسكي زي ما انت عايز. انت اعظم مخرج في العالم. يا صلاه النبي احسن يا ارض، احفظي ما عليكي. ايه ده كله ده؟ ان شاء الله تكون عجبتك. ايه اللي عجبتيني؟ ده حاجه حلوه قوي قوي. ميرسي قوي. انا كمان وصيت لك الراجل بتاع السلاريو، هيعمل لك حته دين دور في الفيلم الجديد زي طبق القشطه. ميرسي قوي يا جمال. الله يكرمك. ان شاء الله بكره في الحفله بتاعت شريف. ايوه. انا هجيب معايا العقوده عشان بقى نمضي العقوده وناخد الشيكات والشغل باخر حلاوه. ان شاء الله، انا تحت امرك يا حبيبي. الله يكرمك. عن اذنك يا جمال. مع السلامه. يا عزيزه. ربنا ينجحك. استاذ توفيق. اهلا 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 استاذ. اهلا وسهلا. ايه يا عم انت مصاين علينا اول ومن دول ليه كده؟ انا اللي مصاين؟ انت ما قريتش المقال الاخير ولا ايه؟ ده انا كاتب انك انت فنان عظيم، وان اللي يشوفك في الفرافير ما يشوفكش في همباكه، واللي يشوفك في همباكه عمره ما يصدق ابدا انك انت المأمور بتاع المحروسه او الاستاذ سيد الترزي بتاع عيله الدغري. ولا عايزني اكتب عن العلق اللي بتاكلها من فريد شوقي؟ الله الله الله، جرايه حلفي. ايه؟ وانا الواحد اللي بنضرب من فريد؟ امال مين؟ ما عندك محمود المليجي طول عمره بنضرب من فريد ومن غيره. صحيح صحيح. ويعني الفريد اللي بيضربنا لوحده يا حنفي. الله. وترضى ليه؟ اكل عيش يا حنفي عايز كده، المنتجين كمان عايزين كده يا حنفي. المنتجين عايزين نعمل لهم كده خناقتين ثلاثه في الفيلم عشان الدرجه الثالثه يا سيدي. ايوه يا سيدي. انت عارف الضيف بتاع الثلاثي اضواء المسرح؟ اه طبعا عارف. اهو ده بالله العظيم ثلاثه امبارح سخخني انا والمليجي حته علقه في استوديو مصر. لسه اثار على جبتيته هو لحد دلوقتي كده. ده انا صار اضربكم المره الجايه. يلا يا اخويا شد حيلك، يلا من دافع ضرب. عن اسمك. مساء الطيب يا حلف. مسوار. كوثر. اهلا استاذ توفيق. اهلا يا كوثر، ما تضيعيش وقتك، ده اصلا ما بيحبش غير الستات العواجيز. انت نسيان خالص، حتى ما سلمتيش عليا. ده انا مسلمه عليك يا حنفي، يجي ست مرات. ايه؟ ده شربت ولا ايه يا حنفي؟ انا؟ ابدا. شريف الحق حنف يظهر عليه بيقول قصيدة لعمتك. شريف محرج عليا اني ما اسكرش طول ما حضرتك هنا. اصل لما بسكر بقول كل اللي في قلبي كده. معاك نومي جاي يا عمتي. ما تخليها انسانه شويه يا اخي. اسكتي انت ولا كلمه. اطلعي انت استريحي، انت عملتي الواجب اللي عليك بزياده شويه. ولد انت بتوزعني؟ ايوه.
اصل خليهم على راحتهم، اللي عاوز يشرب كاس، اللي عاوز يرقص رقصه. تصبحي على خير وانت من اهله. ايه انت يا ودي، انت مالكش دعوه بعمتي دي ابدا. اسعد الله وانت ماشي. انا بنصار شريف. بنصار ايه ده؟ كمان باتي. يا صلاة النبي احسن، اللهم صلي على كامل النور. ده ايه ده كله ده؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا جاري؟ وحشتيني. الحمد لله. ازيك على فكرة أنا جبت العقدة. اتفضلي بقى شرفينا بتوقيعك الكريم على عقد الفيلم الجديد. على طول كده؟ مش لما أشوف الرواية وأقرأ السيناريو وأشوف دوري إيه؟ دور الجنان، بنت سواد، رقة وجمال وشياكة، متفصل عليكي بالملي. يا سلام يا شريف، أنت أكتر واحد عارف يفهمني وأحسن مخرج عمل لي أدوار ناجحة. متشكر جدا. طبعا أنت أهم عنصر، بل انت السبب في نجاح كل رواياتي. يا سلام، ما شاء الله، عاملين زي جوز الحمام اللي بيرفرف على بعضه. امضوا العقدة بقى سي حنفي، تصويرة حلوة مع بعض كلنا. انا جاهز. صورة ايه؟ دي اتفضلي. لا عايزين تصويرة تانية بقى، واحنا معانا العقدة وبنوقع. شوف يا شريف. ايه دي الصوره اللي هتتنشر في مجله النجوم وفوقها عنوان كبير: هل يتزوج شريف لطفي من بطله افلامه؟ ومين قالك تعمل كده؟ عايزين نعمل دعايه كبيره للفيلم. وازاي تعملوا كده من غير ما تاخدوا رايي؟ يا سلام، الحكايه بسيطه يا استاذ شريف، ما تستاهلش ده كله ابدا. لا يا الهام، مش بسيطه، وانا رغم احترامي لصداقتنا ما احبش ان اسمي يستغل بالطريقه دي. وانا ما يسعدنيش ابدا ان انا اربط حياتي بواحد زيك. انا كل علاقتي بيك ان انا بنجح افلامك وبس، بخليك تبني شهرتك ومجدك على اسمي انا وحب الجماهير ليا. متشكر قوي يا الهام هاني. العفو. انت نبهتيني لحاجه كانت غايبه عني خالص، وعشان كده من هنا ورايح هبتدي اعمل كل افلامي من غير ما اعتمد على ممثلين مشهورين مغرورين. وانا هستنى اول فيلم ساقط تعمله وهنتقابل يومها. ايه اللي بتعملوه ده؟ حقك عليا يا استاذ الهام هاني، ما تشيطيش الطبخه عشان كلمتين فارغين. طبخه انت رايحه؟ اسكت. الفلسفه دي يا استاذ شريف، هنشتغل ازاي من غير الهام؟ مش ممكن يا شريف، مش هي دي الهام اللي تنجح افلامك؟ ارجوكم تسيبوني دلوقتي. نسيبه ازاي؟ ده احنا لازم نشوف لنا طريقه معاه. انا اصطبحت بوش مين النهارده يا اخواتي؟ بينا. انا مش فاهم ازاي الحكايه اتلخبطت بالشكل ده. في الحقيقه يا استاذ انت خدت الحكايه جد قوي. انت وحنفي السبب في كل اللي حصل. احنا هنفتح محضر، انا عايز اعرف دلوقتي احنا هنشتغل ازاي. مش عارف، انا كنت مندفع قوي، بس انا فعلا محتاج لها. ولما انت محتاج لها بتعمل فتك ليه؟ وتتسبب في وقف حالي وخراب بيتي خراب مستعجل ليه؟ يا بختك الهباب يا جمل، ما كنت خلاص هتبصم. نحن نقعد نندب ما نفكر في حل؟ ايدي على كتفك. ايه الحل؟ هنجيب ممثله تانيه منين؟ مين اللي تقوم مقامها؟ مين اللي تجيب ايراداتها؟ في الممثلات هي انسب واحده، ومفيش حد يقدر يقوم بالدور غيرها. لكن انا هعمل المستحيل عشان الاقي وجه جديد. لا، انا في عرضك، انا ماليش في الوجوه الجديده، لا لهم اسم ولا جمهور ولا يجيبوا نكله. مين عارف، يمكن الوجه الجديد يطلع احسن. احسن في ايه بقى؟ من كل ناحيه. اولا مش هتاخد اجر عالي. ولحد كده كويس. ثانيا لو نعمل لها دعايه كويسه هيبقى الجمهور متعطش جدا انه يشوفها، ولو من باب حب الاستطلاع. برضه كويس. والباقي بقى يتوقف على مجهودنا في تدريبها واعدادها. تفتكر يعني هنفلح في الحكايه دي؟ ليه لا؟ هي النجوم اللي موجوده دلوقتي مش اصلها وجوه جديده. ايه؟ قلت ايه؟ والله انا مش عارف اقول ايه. خلاص. خلاص مخي ساح، ما تدبرني انت بمعرفتك. خلاص. المهم بس دلوقتي ان احنا نلاقي وجه جديد. انا اقول لك يا استاذ شريف. قول يا اخي الحقني. شوية عارضات أزياء يجننهم. ودول نلاقي فيهم حاجة كويسة؟ يا سلام، شوشو وريري وميمي وجيفي، بنات أمارات، ومن المعجبات بيا جدا.
كده اهو. ايوه. طب دول نشوفهم ازاي؟ هما مش هنا، هما في اسكندريه. بيهببوا ايه في اسكندريه؟ مشتركين بكره في حفله عرض ازياء. بيني وبينك عندي اخبارهم اول باول. وافرض ما لقيتوش ولا واحده فيهم عليها الطاله، نبقى نعمل ايه؟ على العموم الحفلات اللي زي دي بتبقى مليانه بنات ولاد زوات، واي واحده فيهم ممكن تشتغل في السينما. ولا ايه يا شريف؟ طبعا. خلاص سافروا لهم بكره بدري. تشربوا ايه؟ ويسكي يا شيخ. ليه؟ هنشرب ايه في المكان المورد ده؟ الكازوزه اللي هنا هي اللي في اكبر لوكاندا. يا اخويا بلاش انزحك. يعني الازوزه سخنه يا بنت. معلش امسكها شويه وهي تسقع. يا عروس من نوبو كريك. ابعت لنا ثلاثه حاجه ساقعه يا عروسه. يلا يا قشطه بلاش لماضه. حاضر. وادي ثلاثه ازوزه ساقعه للعربيه الملاكه. يا جمال العصفور. هو فين؟ اهو العجوز الوقور. يا سلام الوليه العجوزه دي. آه. الله يكسفك يا تفهم انت ايه في العتائي دي؟ كل ما كبرت كل ما كان قلبها مليان عواطف وحب وحنيه. حنيه. يا صباح الفل. حاسب سنانك. تلج زياده يا عطشان. اني بتاع المنعش. ايه ده دي بتغلي. ايوه والمرسب العباس لسه سحبها من تحت اللوح. أنا شفتك فين يا فندي؟ فين يا قشطة؟ فين يا قشطة؟ يا أبو العباس أنت بتاع السيمة. أصلي ليك في السيمة وبتوع السيمة. حلاوتك وأنت بتسرح بفات الحمامة وتقول لها حياتي كانت فاضية لحد ما قابلتك، مليتي عليا الدنيا. كبدي عليها اتخمت فيك ورحت أنت معلق منها الصيغة بتاع الهاللم. بتضحكوا على إيه؟ مستظرفينها أوي؟ أيوه. هو ماله كده شايل طاجن سيته؟ والنبي تبقوا تزغزغوه، احسن لو فضل مكتوم كده هيطرشق زي ازازه الازوزه البايته. ما تخلصونا بقى. خد يا حلو خلي الباقي علشانك. يا مرسي ابو العباس نص عيني حته واحده يدوم العرق. مع السلامه. حته بنت شارع بشكل. وماله؟ لكن دمها خفيف. دي سكر يا استاذ. ذوقه بلدي بلدي قوي. ايه اللي موقفك تطلبني مع الجماعه المصروي؟ امال هناكلوا عيش ازاي؟ بالادب. مش تقف تحصلي مع كل من كان. مالكش دعوه، شيء ما يخصكش. لا يخصني قوي. انا هنتجوزك. لكن انا مش هنتجوزك. كل شيء بالخناق الا ده بالوفاء. مش بكيفك يا قشطه. انا كلمت عمتك واتفقت معاها. وانا بيعه وشروه ماشي قبلك يا اخي. خلي عندك حساس. اخلصي. بس مد ايدك عليا يا حميس الكلب. الله يلا جرى روحي بشغلك. قال لي مد ايده عليا. قال لي ايه بس خميس؟ الف واكس. بس يا بنت عاجبك كده؟ ما انت مالكش ضرب عليها يا اسطى. انت لسه لا اتاهلت ولا دفعت مهر. انا كل فلوس يا وليه كم مهرها؟ غاليه ومهرها غالي. تدفع 200؟ يا ليه؟ وانا هنشتري ترومبيل؟ اللي اوله شرط اخره نور. هات ال 200 وحلال عليك قشطه. ايه يا قشطه مش هتنامي ولا ايه؟ الود ودي ندي الواد خميس ده ازازه في نافوخه ونروح في السجن. كل ده عشان ضربت بالكاف؟ ده انت حقك تفرحي يا هبله. بيضربك عشان بيغير عليكي. بيموت فيكي. انا عايزاه يموت وبس. ده خميس الف من تتمناه. سواق وكسيب ومجدع. يغور بفلوسه، ده وشه يقطع الخميره من البيت. انت ما تعرفيش مصلحه نفسك. انا عمتك واللي اقول لك عليه تعمليه. ما قلناش حاجة يا عمتي. بس في عرضك أبوس إيدك. بلاش نتجوزه خميس ده. بقى ده كلام تقوله قشطة بنت المعلم رجب شيخ عربجية الجمرك؟ هم بنات الأصول ينقوا ويفرزوا. يعني يهون عليكي يا عمتي نتجوزه واحد ما بنحبوش. شوفي يا بنتي كل شيء اسمه ونصيب. وعلى كل أني اتفقت معاه على مهر كبير. لو دفعه يبقى يستحق. ربنا ما يجعلني فينا نصيب أبدا. أنا عايزة واحد نحبه ويحبني ويثبتني ويهنيني ويجيب لي فساتين بتبرق
وجزم بكعب عالي وبرنيطة بريشة. يا بنت اللي يبص لفوق يتعب. يعني اللي بيلبسوا الحاجات دي أحسن مني ولا أحلى مني؟ ولا يعني عندهم مفهومية أكتر مني؟ ألف رحمة تنزل عليك يا رجب يا أخويا. تعال شوف بيتها بعد ما ربيتها وهنيتها عايزة تطلع من خلفي وتكسر كلمتي. هي عمتها لا نقبله العمى ولا نقبلوش، نتجوزوه ازاي بس؟ انت يا بنت كتر مروحك السيمة لحس مخك. لما تشوفوا ميمي وفيفي وريري وشوشو دول مستوى تاني خالص. اعيدي فيفي بقى. حلو بس ما عندهاش شخصية ابدا. جميلة جدا بس دمها مش خفيف. اهي دي شوشو، اظني ما تقدرش تقول عليها حاجة ابدا. هي في منتهى الجمال لكن شكلها مش بنت زغط ابدا. مفيش حاجه عجباك ابدا؟ ايه حنفي، حنفي ما تخليك معانا يا حنفي. بس بس ما حدش يكلمني، انا خلاص لقيت كنز مش قادر اشيل عيني من عليه ابدا. الجمال كله، الانوثه الكامله. فين الاتنين دول؟ انت شربت؟ ابدا والله. امال بتخرف ليه؟ هم كلهم نازلين دلوقتي. يعيد نظر بقى. عارفين اللي هناك دي تبقى بنت المنوفي باشا واختها. فعلا دول حاجه منوفي خالص. ابدا انا عارفهم كويس قوي، دول ولاد معلوف باشا. طيب ايه رايكم في دي؟ ودي لازم بقى بنت الكاموسي باشا. للاسف تعبنا نفسنا بدون فايده. اهو هم دول بنات الزواج بقبهتهم وشكلهم. الشياكه نقدر نعلمها لاي واحد، المهم الشخصيه. لازم الجمهور من اول نظره يعتقد ان قدامه بنت زواج. يلا بينا بقى ومن الصبح على مصر. يلا بينا. تشربوا حاجة ساقعة من عند قشطة؟ قصدك تقول حاجة سخنة؟ دي الأزوزة بتاعتها لذيذة خالص. فعلا دي ألذ أزوزة في الدنيا. صباح الخير. صباح النور. ايها خدمة، ازوزة، ليمون، برتقال. مالك يا قشطة؟ سلامتك يا فندي. لا انت النهارده مزاجك مش ولا بد. اللي عالدنيا بيقاسي همها يا فندي. شايفة واقفة في ادبها ازاي؟ بنقول لك صنف الحريم ما يجيش الا بالضرب. طب روق روق واشرب الشاي. يا عريس. خدي يا قشطة فرفشي. جيني. ننهي الموضوع. أنا جبت الفلوس. الميتين؟ الميتين 20 ورقة بعشرة.
لا قدام المأذون والشهود. اللي واخد عقلك هي. هي مين؟ نفهم بس. احنا رايحين على في ايه؟ لا تتعرف. عاوز اشغلك في السينما. سيما ان شاء الله تتهنى. دي سيما لو شافتني تهرب. انا شريف لطفي مخرج سينمائي، بدور على وجه جديد للفيلم اللي بعمله. انا شايف انك تنفعي قوي للدور. يدوم عزك، انت باين عليك رايق قوي النهارده. انا بكلمك جد، انا هعملك بطله فيلم، هتلاقي نفسك في يوم وليله نجمه كبيره. شوف بقى، عايز تسرح بيا ما نعطلكش، خد الجني بتاعك. يا قشطه، ارجوك صدقيني الكارت بتاعه فيه العنوان. فكري واذا وافقتي تعالي مصر. طب روح انت بالسلامه، وانا هنفكر وهو العنوان معايا. طيب سلام عليكم. نفكر. انا بنت اصول، انا من عيله، انا قشطه بنت المعلم رجب شيخ عربجيه الجمر. سيبت لنا اشتغل فيها دي. كان بيقول لك ايه المصراوي؟ كلام ابن عم حديد. قول يا ابو العباس. احمدي ربك لو خميس شافك وانت بتحدتيه كان قطم رقبتك. بتاع ايه؟ له عندي ايه؟ راجلك يا قشطه. مين اللي قال الكلام ده؟ انا اللي قلت. خميس جاب المهر اللي اتفقت عليه، ولازم تمشي كلمتي معاه. هنكتبه عليك الليله. صباح القشطه على القشطه. صبحك بالخير يا سي خميس. انت تحلويتي كده ليه يا بيه؟ القرد في عينه غزاه. علي النعمه بريدك. لما نبقى حلالك يا استاذ خميس. يا ابو العباس، انا رايح نجيب المأذون نهوي. يا استاذ يا مخرج، اعمل معروف اخرجني من الورطه اللي انا فيها دي. اعمل ايه في العربين اللي دفعتها والفلوس اللي صرفتها؟ انا خلاص مش قادر افكر. لا سايق عليك النبي تفكر، احسن لو سبتني من غير حل. بيتي هيستنكر، ولادي هيجوعوا، مستقبلي هيضيع. يا ساتر يا رب، ايه الدربكه اللي انت عاملها دي كلها؟ ما هو لو كانش الاستاذ شريف عاكن على الست كان زماننا دلوقتي في الخالص. قلت ايه يا استاذ؟ بس لو كانت وافقت. هي مين؟ بنت شفتها في اسكندريه، جميله زي القمر ودمها خفيف من عيله كبيره جدا، بس عيبها الوحيد مش عايزه تشتغل في السينما. يا استاذ فوق لنفسك، بلاش احلام. احنا هنشتري سمك في ميه، انت تشوف لك صرفه مع الهام. اعتذر لها، حبها، اكتب كتابك عليها، بس المهم نعمل الفيلم. انا هقوم اطلبها لك في التليفون. بذمتك انا مش صعبان عليك قوي. الو استلهام، انا الجمل. ايه يعني ما سالتيش علينا؟ قلت نسال احنا. العقد جاهز وتحت امر. ما اقدر وحياتك، ما اقدر، اصل عندي شغل كتير قوي. معروض عليا يا سيدي 4 عقود، مش هختار منهم غير عقد واحد. عقود يا ست، عقدين احنا محترم وعليه القيمه. نسيت اقول لك، الاستاذ شريف هنا عايز يمسي عليكي ونصفي الجو، والنبي تاخديه على كفوف الراحه. كلمها سايس امورك عشان اكل عيش. الو
إلهام؟ إزيك يا إلهام؟ زي البومب يا حبوب. أنت لسه زعلانة مني؟ وجاي على نفسك قوي كده ليه؟ مش قادر أشتغل من غيرك يا إلهام. مستعد تقول الكلام ده قدام كل اللي كانوا موجودين؟ وكمان مستعد أجي لغاية عندك وأكرر اعتذاري. إذا كان كده ما عنديش مانع. كل اللي تأمري بيه. وأجيب لك العقد كمان والشيك. يا راجل انت ما تنرفزنيش، هو عامل سكاتي. ما هو لازم اعرف انت مين. ليه؟ هتتجوزني ولا هتخطبني؟ هو احنا لا مؤاخذه قد المقام؟ طب اوعى من سكاتي. ما هو قلت لك مش ممكن. الله، وانا جاي نشحته منك؟ الف اكس عليك وعليك. الله، تحت تقول لسانك ولا ايه؟ حط لسانك قد انت. الله، تسالي طويل ليه؟ انا لساني طويل والله. ادي لك واحده انا اديلك اثنين. الله، دخلنا بقى في قله الادب. عارف اتكلم مين؟ بس 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 مش وطي صوتك. اهلا يا قشطه. اهلا. ايه ايه المقابله الفرايح دي؟ الحمد لله على سلامتك يا قشطه. شوف يا سي شريف، انا الولد التخين ده عكر مزاجي خالص، وانا جاي هلكانه وراكبه عربيه دبش من اسكندريه لحد هنا لما جبت لك فصاصر. انت سكر يا قشطه. والله انت اللي سكر. عبده، خد منها الهدوم. حاضر. ما يجوش على مقاسك. حاضر. عبده، اقفل باب المكتب. حاضر. تعالي معايا يا قشطه. تعالي معايا. في ايه؟ انا اصلا عندي ضيوف. وعايزك تستنيني هنا، ما تخرجيش لحد ما يمشوا. ليه؟ ما بيبانوش على حريم. معلش، استني هنا وانا هاجي لك بعد دقيقة واحدة. اسمع يا عبدو. يا فندم. اوعى حد يعرف ان مدام قشطة هنا. مفهوم؟ مفهوم، مفهوم. لا مؤاخذة يا استاذ الهام، اصل الاستاذ شريف الظاهر جاله ضيوف من البلد. اهو جه اهو، هيكلم حضرتك. اتفضل. الو؟ ايوه الهام. فين؟ مع السلامه. ايه ده؟ ايه اللي عملته ده؟ مجنون. بس ولا كلمه. سيب كل حاجه عليا دلوقتي. وانت خليت حاجه سيبها لك؟ انت غرقتني يا فالح. بالعكس، ده انا انقذتك. ازاي الكلام ده؟ مانيش فاهم. افهمك انا كل حاجه. يا سيدي، سليله العائلات الكريمه جت ومعاها موافقه العائله انها تشتغل في السينما. عاوز ايه بقى؟ امال فين هي؟ كلها يومين وتبقى تحت امرك. معجزه، تحفه. حتى حنفي شافها معايا في اسكندريه وكان هيتهبل. مش كده حنفي ولا ايه؟ هي مين دي؟ انت بتغمزني ليه؟ ايه يا حنفي؟ انت سكرت ولا ايه؟ اه. طب بص، ولا كلمه. ما تاخدش على كلامه، اصله سكران. طب هو سكران، انما انا اشوفها. انا ما اقدرش اقابلك بيها دلوقتي. انا حاولت اقنعها كتير انها تقابل حد، انما للاسف ما تقدرش تقابل حد وهي بلبس السفر. انت عارف بقى تقاليد العائلات الكريمه دي. تقليدي؟ انا مالي؟ انا عايز اطمن على فلوسي. فلوسك؟ ما تتكلمش بالشكل ده، ده انا مديها فكره كبيره قوي عنك. ايه انت هتلبخ؟ لا ما اقصدش، انا بس بدي اديك مهله يومين كده تجهز نفسك عبال ما تقابلها كده وقعد يلطفها ويطبطب عليها ويقول لها انت سكر، وبعدين خدها وخباها في اوضه السفره وقال لي اوعى تجيب سيرها لحد، وانا ما اقدرش اشغل بالشكل ده لان عيب كده. هو عيب وبس؟ البيت النظيف الشريف يحصل فيه ده كله ولا عالي؟ ايه اللي جابك هنا؟ است شريف هو اللي جابني. وعايزه ايه من شريف؟ عايزه منه، هو اللي عايزني نشتغله معاه. تشتغلي معاه فين؟ في المطبخ؟ مطبخ ايش؟ طب انت المعلم رجب شيخ عربجيه الجمرك على سنه ورمح، هتشتغل في المطبخ؟ انا مؤكرم يا ست قشطه، بس بنت الاصول ما تستخباش وما تخليش حد يخبيها. ست انت ما تغلطيش معايا عشان ما اللي بخش معاكي بقى. يومين اتنين، 48 ساعة. ايش؟ طب انت المعلم راجع. ما تضيعش وقتك، انت بتزحلقني. معاش اللي زحلقك. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في خناقة جوه ولا ايه؟ خش انت في المكتب وخليك مرزوع لحد ما اجيلك. ايه هو ده؟ انت عينيكي على الفضية اللي في البيت ده. يا بنت انت حرامية ولا ايه؟ ايوه، والمرسي ابو العباس انا ماسكة نفسي بالعافية. ايه يا عمتي الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانت ايه اللي عملته ده؟ جايب لي بنت من الشارع ومخبيها هنا في البيت. شارع قشطه مش شارع، سامع؟ معلش معلش يا قشطه، حقك عليا انا. عمتي اديني فرصه افهمك. تعالي معايا وانا اقول لك كل حاجه. تعالي. والنعمه تقول لها ما تقول لها مالي قاعده في البيت ده؟ حنفي. ايوه. خش جوه خليك معاها. هي مين؟ خش هديها. اهدي مين؟ خش. كل اللي انا عايزه منها يا عمتي انها تقوم بالدور وزل الهام، وبعدين تروح في 60 داهيه.
يعني مفيش حاجة تانية. مش ممكن يا عمتي، أنا اشتغل معايا ستات أجمل مني ألف مرة، ما كانوش بالنسبة لي أكتر من أي حاجة في الفيلم، الكنبة، الدولاب اللي في المنظر. أيوة بس مفيش ولا واحدة منهم جت عاشت معانا هنا في البيت. دي ظروف بقى. قشطة، أنتِ بختك من السما، قولي لي ليه؟ ليه؟ عشان أنا قابلتك وأنا مونون، وطول ما أنا مونون أقول الحقيقة ولو على رقبتي. طب قول. بقى الفيلم اللي هيخرجه المخرج ده عايز بطلة تكون بنت زواج. أنتِ بنت زواج؟ أنتِ؟ الله. طبعًا. ده أنا بنت المعلم راجب شيخ عربجية الجمرك. تصدق بإيه؟ ده أنا أبويا كان عنده 20 عربية و40 بغل. يعني من ذوات الأربع؟ الله الله الله، هنغلط ولا إيه؟ لا لا لا. وكمان أحب أقولك إن الواد المخرج ده خلبوس كبير، يجري ورا ستات بالمشوار، يحب دي ويسيب دي، يحب دي ويسيب دي. أدي الحوسة. نصيحة يا قشطة، لا تحب مخرج ولا تخلي مخرج يحبك، انفدي بجلدك قبل الديب ما ياكلك. اللي قول لي يا فندم. نعم. هي السيدة زينب منين؟ أنت هتكنسي علينا الست؟ أيوه. عايزين نشوف لنا القال ده باتوا فيها بقى. اهو كده كويس، عين العقل. اسمعي بقى يا قشطه، انت هتقعدي دلوقتي وانا على طول. ها جالك كلامي؟ لا يا سيدي، انا هنمشي قبل ما الدب ما ياكلني. انت قلت لي ايه يا حنه؟ الحقيقه ما تخافيش يا شاطره، انت هتكوني هنا معانا في الحفظ والصون، واني كمان اعرف نصون نفسي. كلنا هنا هنحطك في عينينا الاثنين، وهتبقي تنامي جنبي انا. اذا كان على كده ماشي. المهم بقى ما حدش يشوفك لحد ما نحولك ونعملك نجمة كبيرة مشهورة. حاضر. اطلعي بقى استريحي مع عمتي. حاضر. دي نجمة دي؟ مالك يا قشطة؟ ناقصك حاجة؟ سلامتك. أنا كنت عايزة نقول لك ما تشيليش مني. أبداً يا قشطة، ده أنت زي بنتي. أنا حقيقي طولت لساني عليك حبتين، لكن والنبي أنا متربية خالص وبنت ناس. أنا عارفة يا قشطة حبيبتي، عارفة. غرشي الشديد القوي اللي خلاني نهرب من أهلي. معلش يا قشطة، نامي بقى يا حبيبتي. أوعى تكوني متأذية من نومتي جنبك. أنا حقيقة فقيرة وعلى قد حالي، لكن والمرسى أبو العباس أنا مستحمة كتير قد ما نقدر. طيب يا حبيبتي، تصبحي على خير. وأنت من أهلي. تبقى أكبر صديق ليا ومدير دعايتي، ما عندكش ثقة فيا. أنا قلبي عليك، مش عايزك تضيع وقتك ومجهودك في كلام فارغ. لا ما كانش العشم، أنا كنت متوقع منك إنك تعاوني. أنا تحت أمرك، أنا مستعد أدعي لك كل يوم الصبح. مش كفاية، أنا عاوزك تساعدني نعمل أكبر دعاية لقشطة. ها؟ من بكرة تشرف حضرتك بدري. أيوه. علشان تصور قشطة مرة وهي زي كده زي ما هي كده بعبالها. أيوه. ومرة بعد ما تتحول وتبقى تحفة. طيب. أوعى تسكر وتغلط بلسانك ولا تقول دي شفناها فين. لا لا ما تخافش ما تخافش، السر في بير. صحتك. صحتك. ضروري يا فندم، اطمن خالص. متشكر. اجري يا شطره اندهست. شطره ده ايه يا اسطى؟ ايه ما نعجبوش؟ ايه ده؟ لا اسطى ده ايه؟ معلش معلش، اصل هي الست. اتفضل. معلش. انا عاوز بقى الشعر حاجه تانية خالص. اللون يعني عاوزه شتان او اصفر احسن. والحواجب تخف وتفتح من بعضها شويه. تحديد العينين والشفايف يبقى رق من كده. وبعد الشعر بقى ما يتسبخ يبقى قول لي علشان نشوف تسريحة تكون مناسبة. حاضر. تفضل. يا أستاذ. يا حضرة. يا أخي رد علي. أعصابك. دور لي على اسم. اسم السيدة، اسم شبرا، اسم الموسكي، اسم يا بني آدم.
اسم القشطة اسم فني في موسيقى في لمعان. يا بجم ما انا هدور لك على الاسم يا سيدي. بدور على الاسم في الجورنال في صفحة الوفيات هي اللي مليانة اسامي. خد عندك نبوية نفوسة دميانة دميانة. يا اخي انت مش هتبطل الهزار بتاعك. اعمل لك ايه يا اخي؟ نادية 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 فهم نادية رفعت. نادية رفعت بنت مين بقى من البشوات؟ بنت بسطويسي باشا رفعت. يا راجل في باشا باسمه بسطويسي؟ حسين باشا رفعت. لا عز الدين باشا رفعت. ايوه عز الدين باشا رفعت. نادية رفعت بنت عز الدين باشا رفعت. ايه رايك؟ مش اسمي لايق على قشطه؟ بقى دي بنت بشوات مش تعمل المشطه في الوش العكر. احساسي ما يخيبش ابدا. مين دي؟ نادية رفعت قنبلة السينما العربية. يلا جهز كاميراتك واستعد. تسمعي تحط رجل على رجل. يا فاخرة يا باهرة. هو الولد ده بيقوز عليا ولا ايه؟ ايه؟ خلاص حط رجل على رجل. بصي بقى ناحيته ابتسمي اضحكي. ايوه صور واحد حلوة هاي. اسم يا ست اتحكي كمان شويه. خش يا حنفي صور بس نشوف حته تانية ناخد كمان صوره. لسه كمان تعالي احنا مش هنخلصوا. امسكي هنا. الله مالك قعدتي ليه؟ الله انا الجزمه ضيقه والوجع هيطلع من نرفوخي. اقفي بلاش ده اعملي معروف. انا تعبت خلاص اصل عصبي شويه. يروق ياخد له ازازه ازوزه. اوعي تجيبي ست الازوزه دي تاني على لساني. من هنا ورايح شمبانيا. صور ليه وحش الازوزه؟ واحد هب. بس يا ست متشكرين الحمد لله. طيران على المجله. اطبع الصور وهاتهم لي عشان نشوف ايه اللي هينزل في المجله. هلا. ويتنبأ المخرج شريف لطفي بأن نادية رفعت ستكون ألمع نجمة للموسم القادم. خواص شريف هيسوق في العند ولا إيه؟ الله يستيل أماني ما أنا غلب حماري معاه. شوف يا أستاذ جمل هاي. الحلوين كتير لكن بذمتك حد فيهم بيعرف يمثل؟ أنا والله ما أنا خايفة إلا على أموالك أنت بس. أموالي يا نهار أسود؟ طبعا. وجه جديد إيه ونيلتين كمان ضيعونا. الو استاذ جمل. اهلا اهلا ازاي حضرتك؟ نادي هانم رفعت تحت امرك يا فندم. حالا دلوقتي حالا. اتفضل شرف مع السلامه. دلوقتي بقى يا نادي هانم. نادي هانم دي مين؟ تبقى حضرتك. عشت. المنتج هيشرف عشان يشوفك. ها تعرف المنتج ده مين؟ يعني هيكون مين؟ المنتج ده بقى الشخص اللي بيصرف على الفيلم. وده مش لازم يشوفك من قريب ابدا. ليه؟ انا وحشه ولا عره ولا لابسه وحش؟ لا يا ستي بس انت دلوقتي لسه ما تعرفيش تتكلمي ما تعرفيش تتصرفي. استاذ شريف حاسس على ملاحظتك. ان كنا عره وهنعروك ما فيش داعي المقابله دي خالص. لا اعملي معروف انا في عرضك. امال تقصد ايه؟ هشرح لك كل حاجه في وقتها. كل اللي اطلبه منك دلوقتي انه اذا سلم عليكي من بعيد تشاوري له برضه من بعيد وتقولي له هلو. ولو سلم عليا من قريب اقول له الو؟ لا مالكيش دعوه انا هتصرف هضمن انه هخليه دايما بعيد. تعالي معايا.
اقعدي هنا. ولا كلمه ولا حركه. غير ايه؟ الو. هلو. هلو. اهو وصل اهو. اقعدي قاعده حلوه كده. استربع. استربع يا اخويا. طب اقعد لك زي البت في المجله. طب وريني. بسرعه بقى. ايه؟ يا استاذ جمل. يا استاذ جمل. اهلا اهلا. هي دي؟ هي وبتقرا مجله تولياني. مش نستعرف عليها. بعدين خليك تقيل احسن تطلب اجر كبير. انت تصبح عليها من هنا. بنجور مزمزيل. الاستاذ جمل بيصبح عليك يا انسه نادي. هلو. الو. يلا بينا احنا نتكلم في المكتب. بنجور ده ايه؟ طب مع السلامه. يا اهلا وسهلا. اهلا. شفت بقى حلوه قد ايه؟ والله هي من جهه حلوه حلوه، بس يعني لو كانت مشهوره شويه ولا ليها اسم. اسم ده كفايه اسم العيله بتاعتها. ده لوحده يجيب لك فلوس. لا ليها اول من اخر. تفتكر كده؟ ودي عاوزه كلام كده ولا ايه يا حنان؟ اه طبعا طبعا. انما هي من عيله مين؟ ده ابوها خبط لزق عز الدين باشا رفعت. عز الدين باشا رفعت. عز الدين. انت تعرفه منين؟ انت تعرف ولاد الزواد كده؟ طب وشرفك انت؟ عز الدين باشا ده صاحب الروح بالروح. لا يا حاج تعيش انت كده. ومات الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. الف رحمه ونور تنزل على دماغك يا عز الدين باشا. على خيرة الله. على خيرة الله. الكلب على بره. امال فين المزمزيل؟ طب بقول لها الو بالنيابه عني بقى. يا دهوتي الحقوني. اتفضل. ايه اللي انت عملتيه ده؟ كنت هتودينا في داهيه. ايوه ليه؟ في بنت زواد تقول يا حسني يا دهوتي. وانا ذنبي ايه؟ الكلب مش كان هيهبرني. الحمد لله اللي جت على كده. عملت ايه مع المنتج؟ خميته؟ هو موافق بس علشان تعلمي باسرع ما يمكن. هو ايه؟ لسه هنتعلمه كمان. هو احنا لسه عملنا حاجه. اقعدي. لا اهم حاجه دلوقتي انك تتعلمي القرايه والكتابه. يو تكونش فاكر ان ما نعرفوش نقرو. داني بنت مدارس. ده انا متعلمه في كتاب الشيخ ياسين الخوجه. ونقرا لك الجورنال زي اللهلوبه. صحيح. ايه امال بنستحوا بيك؟ طب نشوف ايته حاجه نقراها. اقري الخبر ده. دي تا ما تا خا تا وا با ايه مربوطة. تمت خطوبة. ما انا لسه بقول اهو. معلش كملي. الناسها فرغال. الانسة فريال. تعمليها فرغالي يا قشطة. هو فرغالي وحش مش بطال. بس اسمعي بقى، احنا من بكرة لازم نجيب مدرس عربي ومدرس فرنساوي. ليه ولزمه ايه؟ انا وحشة؟ لا مش وحشة ولا حاجة، بس عشان خاطر انا. معلش. خاطرك على عيني. متشكر. اجل مود هو الصخر الناشف زي دماغك تمام. السي هو الفيضان العنيف من علن يعني من فوق. مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علن. فهمتي؟ علي النعمه تلاقيك انت ما انتش فاهم. بتسخري يا بليه؟ الله يسترك. الله يسترك. انت فاهمي؟ نشفت ريقي. طب روق. اجيب لك عزوزه اسمها مياه غازيه. ايوه انا بس هنعمله ايه بالمكر المفر بتاعك ده بس في السيمه؟ العلام هو اساس كل شيء.
ضاع الوقت وعبس. طب معلش يا سيدنا الشيخ، عليك المره الجايه تيجي تلاقيني زي اللهلوب. عشم ابليس في الجنه، سلام عليك. بونجور مون شيك. عليكم مثل ما قلتم. بونجور مادموازيل. الله يبنجرك. نو مادموازيل، بالفرنساوي بونجور مونسيو. بونجور مونسيو. لازم نرجع تاني لدرس بتاع امبارح، لازم. مادموازيل، لما يقدموا لحضرتك واحد وعاوز حضرتك تقولي له أنا مبسوط جدا، أنا ممنون خالص، تقولي إيه؟ نورت يا جميل، فرصة سعيدة، مرحبا حلو. نو مادموازيل نو، بالفرنساوي بالفرنساوي، انشانتي انشانتي مسيو، انشانتي مدام. انشانتي مسيو، مدام. ليه مش عملت براتيك؟ تقصد ايه؟ اقصد اكزرسيس، تمرين تمرين. تصدق بيا مسيو، انا ليل ونهار تمرين لما تهدي حيلي. لا انا مش صادق، انت تلميذ كسلان، انت مش عارف تتعلم، انت ما تحبش العلم ابدا. خلاص دي اخر درس شفته مني، خلاص ما فيش غيره، خلاص. الله، هما ايه مستقصديني ولا ايه؟ عاملين عليها رباطيه؟ حاجه تقرف، عيشه تقصر العمر. مسيو شريف، مسيو شريف، أنا مش ممكن أكمل معاها، دي خلاص، تغيرت دماغي أنا، خلاص خلاص. معلش، كمل معاها عشان خاطري، وأنا هديك فلوس زيادة. مش عشان فلوس، أنا عاوز أريح نفسي. طيب، استريح أنت النهاردة وتعالى بكرة، وأنا هذاكر لها، هتلاقيها ممتازة. فكرك؟ طيب، ميرسي. ميرسي أفو. أدمى. أدمى. أوروار ميرسي. أوروار. انت مزعله مسيو كير ليه؟ والمرسى ابو العباس انا ما دشتله على طرف. بطلي بقى اللهجه دي، انا متفق مع المنتج انك تكوني جاهزه بعد شهر، وادي فات اسبوع ما تقدمناش فيه ولا خطوه. وانا ذنبي ايه؟ الراجل بتاع الجلمود ده ولا الخواجه، انا مش فاهمه منهم حاجه. طب قول لي اشمعنى كل حاجه انت بتعلمها لي انا فيها زي اللبلب؟ تيجي افرجك. اطلب مني اياته حاجه وانا نعملها. طب المشي تروحي كده وترجعي، بس دي ابسط حاجه. طيب. ايه الهباب اللي انت بتعمليه ده؟ انا علمتك كده برضو؟ بلاش يا ست المشي، يمكن صعب، وريني هتقعدي ازاي. يا خبر اسود زفت، ولا اللي قاعد على مصطبه، ضم رجليك جنب بعض. يا صبر ايوب، قوم اعملي الحركه من اول وجديد، ولازم يكون على وشك ابتسامه. فين الابتسامه؟ مين بره اقول لك ان الرز ما اتاكلش بالمعلقه؟ المعلقه دي للشوربه. شريف الحق مش عليها، حق عليا انا اجيب واحده من الشارع عشان اعملها نجمه. رايحه فين يا بنتي؟ رايحه للشارع اللي جنبي منه. واخر التناك قد ايه؟ يا عمتي ده مفيش فايده، مش عايزه تتعلم ابدا، تلفت اعصابي. يا خساره، راجل له خبرته، عارف الحياه كلها، مش عارف تعامل واحده ست. هي دي ست؟ الست هي الست يا شريف، مهما كانت طبقتها، تحب الراجل العطوف اللي يحن عليها. اسف، مش فاضي ادلع حد، ولو دلعتها مش هتنفع خالص. عمر الشده ما هتجيب نتيجه ابدا يا شريف. بصراحه انا احترت ازاي اعمل من البنت المتوحشه دي مادموازيل رقيقه مهذبه. بطريقه معاملتك لها. المجرم لو تعامله على انه انسان شريف، يعمل كل جهده عشان يثبت لك انه عند حسن ظنك، ويتعامل معاك بكل شرف. عمتي انت لازم يدولك دكتوراه في علم النفس. يا شريف لازم تعرف إن كل إنسان عنده إحساس، لازم تعامل الناس على إنهم زيهم زيك بالظبط. قشطة دي لو حست إنها واحدة من العيلة، يعني مننا وعلينا، هتشوف العدد. يا عمتي أنت حسنة الظن بالناس أكتر من لازم. جرب وشوف. أمرك.
ايه اللي عاملاه ده يا قشطه؟ على الحرام من دراعي ما نقعد في الهم ده وان شاء الله تكون السكين على الاب. هتقعد غصب عن عيني. انا ماشيه وان شاء الله تصيح فيها دم. رجع كل حاجه مطرحها. انا بقول لك سيب، انا لازم امشي. انت لازم ترجعي مطرح ما كنت بتسهليش النعمه. لازم ترجعي لصندوق الكازوزه والخميس اللي هيقطع رقبتك بعد ما هربتي منه. نار خميس ولا جنه الذل بتاعتك. قشطه، لازم تعرفي ان كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك. افتكر انت شايف ان كل جهدي ووقتي وراحتي نضحي بيهم عشان اوصلك للمجد والشهره. بس كل ده ما يسواش القساوه وقله الحنيه اللي شفتها في بيتك. انا عارف ان الحكايه مش سهله، لكن كنت فاكر انك هتستحمليني اكتر من كده، وانا اذا ما كنتش متاكد من نجاحك ما كنتش تعبت نفسي معاكي بالشكل ده. واذا كنت عصبي شويه فده لان وقتي ضيق ومستعجل. نفسي اغمض وافتح عيني الاقيكي نجمه كبيره مشهوره، اسمك زي الطبل والجماهير بتسقف لنجاحك. أهلاً حنفي، إزايك يا حبيبي؟ الله يسلمك. إيه مناسبة الحفلة المفاجأة دي؟ إيه من غير مناسبة؟ أنت مش عايز الناس تشوف بعضها ولا إيه؟ لا إزاي؟ ويسكي؟ لا متشكر. مش معقول بقى حنفي ما يشربش ويسكي؟ آه بشرب بس بخاف، أنت عارفة لما بسكر لساني بيفلت. طب تاخد كاس في صحتي؟ لا يمكن، لازم كاس في صحتي. عن إذنك أعملهولك. وبعدين بقى، طب كاس واحد بس. يا سلام سلم عز الطلب سن نضوج الحنان اللي في الدنيا كله. في صحة الدين اللي في العتائي فاروق. حنفي سكر، عاوزين نعرف منه حكاية البت الجديدة اللي جابها شريف. لازم. يلا قوم شوف شغلك. ايه اخبارك يا ابو حنفي؟ الحمد لله عايش. كنت بصاص سمك في البحر الاحمر. شريف كان معاك؟ لا لا، شريف مشغول في حاجات تانية. امسك لسانك يا ابو حنفي وعطب. ايوه تبارك الخلاق فيما خلق. شريف كان مشغول في ايه؟ مشغول في قشطه. قشطه؟ اه الوجه الجديد. تقصد نادية رفعت؟ ايوه ناديه رفعت بنت عز الدين باشا رفعت. يا كتكوته يا كتكوته يا اموره. حنفي. نعم. اسمع، هي ناديه رفعت دي اسمها الحقيقي ولا اسم الشهر؟ وبعدين معاكي بقى. وحياتي وحياتي. ناديه اسم شهر. طب واسمها الحقيقي؟ قشطه. قشطه؟ قشطه؟ انا قلت قشطه؟ انا قلت قشطه؟ يا دي الليله السوداء. السلام عليكم. السلام عليكم. قولي، هتعرف حد اسمه عز الدين باشا رفعت في اسكندرية؟ أبدا. وما معنى كلمة البيدي؟ يعني سحرة. وعشقا؟ حبا. وما معنى البيت ملأت سماء البيدي عشقا وأرضها وحملت وحدي ذلك العشق يا رب؟ يعني مليت السحرة كلها سماها وأرضها حب وغرام وهيام. بارك الله فيكي أستاذة فقية، والله فقية. عال قوي مدموزيل، انت بقيتي هايلة. ميرسي بور فوتر كومبليمون. يا سلام، انت بتتكلمي دلوقتي زي أنسات المجتمع الراقي. صحيح، يعني هتقول كده الأستاذ شريف؟ طبعا مدموزيل طبعا. ميرسي بير، في حاجة لو حد بيحب حد يقول له ايه بالفرنسية؟ يقول له جو تام. جو تام. ولو بيحبه قوي قوي جو تادور. جو تادور. جو تادور. Thank you.
مش انا لوحدي بس، مسيو بيير والشيخ عبد الصمد مبسوطين منك خالص. الحقيقة انا ما كنتش متصور في الفترة البسيطة دي تتقدمي بالشكل كده. بقيتي صحيح بنت زواد، ودلوقتي اقدر اقدمك للناس وانا مطمئن تمام. مش جايلي نوم ليه؟ شريف مزعلك في حاجة؟ بالعكس، ده لطيف قوي ورقيق قوي معايا. هو كمان مبسوط منك قوي، بيقول عليك اتقدمتي خالص. بصحيح يعني انا بقيت زي ولاد الزوات، زي البنات المحترمين بتوع العيلات الكبيرة. طبعا يعني لو بقيت نجمة مشهورة أي واحد محترم يرضى بيا؟ قولي لا. حتى لو عرف أصلي إيه وفصلي إيه؟ مش ضروري يعرف لا أصلك ولا فصلك. وفردي إنه عارف، ممكن. ممكن إيه؟ ممكن يحبني. اسمعي يا قشطة، ما فهمت، مفيش ولاد زواد اتولدوا أغنية أصلة. عندك عيلة المناديلي والنجار والزيات والخشاب والجمال، كانوا ايه قبل ما يخدموا؟ باعوا مناديل، عصر وزيت، جمال، خشب، كبقوا ايه؟ بس ما كانوش بيبيعوا كزوزة. الحكاية دي بقى ما تفكريش فيها. يلا نامي وتصبحي على خير. وانتي من اهله. دلوقتي؟ ايوه. مالك، في حاجه شغلك؟ لا ابدا. قوليني، ما تخبيش عليا. انا متهيألي اني فهمت. اذا كنت بتفكري في الحفله اطمئني خالص، ما يهمكيش. حفله ايه؟ الحفله اللي هنقابل فيها الصحفيين. مش مهم. امال ايه المهم؟ المهم انت. انا؟ تقصدي ايه يا قشطه؟ انت مش عايزني احضر لك العشاء ولا اعمل لك اي حاجه؟ لا متشكر أبا. انت مبسوط؟ انا مبسوط عشان انت ويانا يا قشطه. متشكره. يلا بقى روحي نامي عشان عايزك بكره زي القمر في الحفل. تصبح على خير. وانت من اهل.
اسمعي يا قشطة، انا ليا عندك رجاء صغير. ما تتكلميش مع حد في موضوع ما تعرفيش فيه. حاضر. خلصي منه كده بصنعة لطافة. وانت ما تسيبنيش لوحدي، هكون دايما جنبك. وانت يا سي حنف، نعم، اذا ايدك اتمدت على كاس هقطعها لك. خلاص تبنا الى الله. واول ما نوصل ايوه تسبقنا وتخش على طول على جوه، واجمع المصورين واعمل لكم زيطه، وعاوز صور كتير قوي للنادي طبعا. وما تنساش تلم الصحفيين اصحابك. ايوه. وتفهمهم التعليمات اللي اتفقنا عليها. كله تمام. حياه ناديه الخاصه. ايوه. بتحب المكرونه الاسباجيتي وما بتحبش الكافيار. أيوة. وبتصيف في ايطاليا وبتشتف الاقصر زي مزاج الجمال بيه. والله يا سي جلال انا غلب حماري. الهام ولا ناديه ولا ناديه ولا الهام؟ افتحش المندل احسن عشان اعرف مين فيهم. يسرني ان اعلن اليكم نبأ وصول المخرج الكبير شريف لطفي والنجمه الصاعده ناديه رفعت. شافنا اثبتي على الله ما يعرفكيش. اضحكي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا استاذ جمل، اسمحي لي اقدم لك الاستاذ الجمل المنتج. عشانتي احنا اللي حصل لنا الشنطي ده. اتفضلي. بنت زواج فعلا. قد انت شدت بنفسك. مش تقدم لي يا شريف المدموزيل؟ جلال اللي هيقوم بدور البطولة قدامك. أشانتي. دي فرصة العمر لما امثل معاك. تحفة نادرة. ما افتكرش انك شفت الجمال ده قبل كده. اللي يشوف الجمال ده مرة عمره ما ينساه أبدا. اعمل لهم فضيحه بجلاجل الليله دي. هنرفز لهم الست ناديه رفعت بتاعتهم، ولما تتنرفز هتبان على اصلها. ويبقى يقابلني بقى سي شريف. دي عملت ضجه في جامعه السوربون، انهالت عليها العروض من شركات سينمائيه عالميه عشان تعمل بطوله فيلم، رفضت. يا سلام، ايه السبب؟ السيناريو ما عجبهاش. غريبه قوي. طب في يوم من الايام يا نهار اسود. حلوة بس دمها تقيل فعلا. على اذنك ما اروح انكد عليهم عشتهم. نجحنا لدرجة ان جلال معرفكيش. انا في منتهى السعادة. بنصار شريف. بنصار الهام، اهلا وسهلا. ايه المفاجأة السعيدة دي؟ مش تعرفني بالمدموزيل الحلوة دي الأول؟ مدموزيل نادية رفعت بنت عز الدين باشا رفعت. أشانتي. مدموزيل إلهام طبعا عارفاها. في حد ما يعرفش المدموزيل إلهام؟ في الحقيقة أنا ما بشوفش أفلام عربي، لكن في فيلمك الأخير كنت هايلة حلوة قوي. ميرسي قوي. في الواقع ما يقدرش مجهود الفنان إلا الفنان اللي زيه. مش عارفه انا متهيألي شفتك قبل كده. احنا مش كنا مع بعض في مدرسه المير دي ديو؟ اظن في الساكر كير. مدرسه ايه؟ هي ناديه ما اتعلمتش في مصر، كانت دايما مع عمتها في اوروبا. ما تيجي نرقص؟ ما احنا قاعدين مع المدموازيل لا شويه. لا لا نرقص احسن. هي دي اللي انت طالع بيها السما؟ هي دي اللي هتنزلك سبع ارض. ان شاء الله هتوديك انت والفيلم في داهيه. الحكم يا روحي للجمهور مش ليك انت. الجمهور هيضربها بالبيض والطماطم. الجمهور هيفرش لها الارض بالورد. تمك تقيل بشكلي يا حبيبي. ميرسي يا روحي. طب ارقص. تاخدي واحد يسمع. ايوه. اتفضلي. تحب ترقص؟ طبعا اكون اسعد انسان في الدنيا.
كل من هب ودب عاوز يمثل، اللي مش لاقي له شغله ولا صنعه عاوز يشتغل في السينما. قصدك ايه بقى؟ احنا كمان نحب نفهم. قصدي اقول لك ان السينما بقت تكيه، بقت لمه. لمت دي مهلمك يا قرعه يا مشاعر عيره. اخرس يا بتاعت الشوارع يا مجرمه. بنت لما لسانك على دكه تورط عينيك. ايوه 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 يا بنت انت ده دي شلق خالص بقى. دي بنت عز الدين بقى شارفها. لا فتح عينك كويس. ده انا قشطه بنت المعلم رجب شيخ عربجيه الجمرك على سنه ورمح. برافو برافو مدهشه ممتازه. انا نفسي ما كنتش متصور انك تقدري تمثلي شخصيه بنت البلد بالشكل ده. يا سلام ايه العظمة دي، ده حاجة فوق الوصف. مش قلتلك انت احسنتي الليلة دي خالص، مش تروحي بقى عشان تستريحي؟ ما هو لسه بدري، خلينا نتمتع بالتمثيل المودش ده شوية. بس هي لازم تستريح عشان التصوير هيبتدي بكرة. انا يسعدني جدا اوصل مادموازيل. اوصلها فين يا شريف؟ لا متشكرين يا حنف. ايوه خد وصل نادية البيت. اتفضل. مع السلامة يا أجمل نجمة في سماء الفن. هنتقابل بكرة إن شاء الله في الاستديون، والعقد جاهز والشيك مامدي كمان وكل طلبات. على خيرة الله. كان نفسي رن البت دي حته الدين علقه لما خليها بسيسه مسكينه. اصل الغيره شعللت نارها. ولا مالي ومالها، تغير مني بتاع ايه؟ ازاي بقى انت مش جيتي خدت منها الشغل وخطفت منها الراجل؟ راجل ليه؟ هو في حاجه بينها وبين شريف؟ الله الله الله، الظاهر ان انا وان وينت. حنفي انا ما قلتش حاجه. ايه الحكايه بالظبط؟ ما اعرفش. استاذ جلال افندم تعال هنا بقى لو تسمح. مادموازيل نادية هتبقى واقفة هنا. أيوة. لا تعال بروفيل خاص. اتفضل. ايوه هتقول الحوار لو انت هنا. اللقطة متوسطة لحد هنا. شوف بقى كده باينين احنا. جاهز يا فندم. تحب تشوف كده؟ طب تعالى مطرحي لو بتسمع. اتفضل. لا استاذ جلال ورا شوية. خش عليه. خش عليه. ايوه هو ده. اوكي. مكياج الأنسة نادية جاهزة يا استاذ. طيب متشكر. عن اذنك يا جلال دي احلى. اتفضل. الحياه ما بقتش تهمني بعد ما ضاع مني اعز واغلى ما فيها. ايه مش حاسه الجو؟ تحب نغير من الحوار حاجه؟ بالعكس انا مستغربه قد ايه الكلام ده طبيعي كانه حقيقي مش في الفيلم. ايه جاهزين؟ تقريبا. هايل. حفظت الحوار؟ يعني لسه شوية. طب معلش أنا هراجعه معاه. البسي وحصليني. هتشوف النهاردة ممثلة عمرك ما كنت تحلم إنك تشوف واحدة زيها. من بقك لباب السماء. أنت راجل مبخت. أشرقت الأنوار وهلت الأقمار. ملحف عين اللي ما يصلي على النبي. صباح الخير. صباح الفل. ايه رايك حنوفه؟ كويسه كويسه، بس بقى لو شويه شعر ابيض وشويه تجاعيد تبقى هوسه. يا اخي انت مش هتغير ابدا. اتفضلي يا نادي. ايوه هنا مدموزيل ناديه. اتفضل. أيوة. يا استاذ جلال. اتفضل. تسمح لي بالسيناريو دي؟ اتفضل. بعيد عن بعض شويه. حاضر. انت من هنا بقى هتقولي له الحياه ما بقتش تهمني بعد ما ضاع مني اعز واغلى ما فيها، لكن حبي ليك هيفضل خالد حتى بعد الموت. هنتقابل تاني ونحيي حبنا من جديد. عاوزك تقوليها بمنتهى الصدق والحب وعين فترة سكون طويلة، يعني صمت، تبصي في عينيه لحظة وبعدين هتقولي حتى بعد الموت هنتقابل تاني ونحيي حبنا من جديد. عاوزك تقوليها بمنتهى الصدق والحب. فهمت يا حلوة؟ ايوه. نصور ولا بروفة؟ زي ما تحب. نصور. لك خش هنا. سكوت محدش يتحرك. دو 15/10 اول مره. اتفضل. انا خلاص وصلت لاخر درجات الياس.
حياتي ما عاد لهاش طعم ولا معنى. وانا كمان الحياه ما بقتش تهمني بعد ما ضاع منها اعز واغلى. ما ستوب. مالك يا نادي؟ لا ولا حاجه. مش حافظه؟ لا حافظه كويس. طيب ما تنسيش تقربي منه قبل جمله حبنا هيفضل خالد. كمان مره. سكوت. دو 15 10 3 مره. أنا خلاص وصلت لآخر درجات اليأس. حياتي ما عادلهاش طعم ولا معنى. وأنا كمان الحياة ما بقالهاش طعم ولا معنى بعد ما فقدت فيها أجمل وأحلى. الكلام بيطير مني متأسفة أصل متضايقة شوية. ده أنا اللي هطرشق. روحي أنت أوضتك يا نادي. احنا هنأجل التصوير لبكره. يا اخي انا هتجنن. مانيش فاكر اي حاجه ضايقتها. ولا انا. استنى. انا لما بوصلها امبارح بالعربيه اتكلمنا شويه عن الهام وعن علاقتها بيك. حسيت انها اتضايقت شوية. الهام؟ وايه اللي ضايقها في كده؟ تكونش بتحبك. تحبني انا؟ ها؟ ومنتظر مني ايه في ساعة الكازوزة؟ اسكت عشان حد يسمعنا. طب وايه العمل؟ العمل نكمل الفيلم وننجح. حبها يا اخي. حبها. والله؟ حبها. عندك حق. مكسوفه من روحي قوي مش عارفه اقول ايه. لا انت في حاجه مضايقاك. مالك صحيح؟ قولي لي اللي في قلبك. يا ريت كنت اقدر اقول. امال تقولي اللي في قلبك لمين غيري؟ في حد غيري تقولي له؟ انا ماليش حد غيرك لكن برضه ما اقدرش اقول لك. اخص عليك. وانا اللي حاسس انك اقرب انسان لقلبي في الدنيا دي. مفيش حاجه شاغله بالي غيرك. كمل. سكت ليه؟ مفيش حد في قلبي غيرك. بس مش معقولة. ايه هو ده اللي مش معقول؟ انا فين وانت فين يا سي شريف؟ احنا مش قد المقام. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الحب مفهوش كبير ولا صغير. مش تصدقك. احلف لك بايه؟ بإلهام. إلهام؟ انا مفيش حاجة بيني وبين إلهام إلا الشغل. صدقيني. يعني بتحبيني انا بس؟ بحبك انت بس يا قشطة. وهفضل احبك طول العمر. صباح الفل يا ست الكل. ربنا يجعل نهار نادي ان شاء الله. يلا نادي انت وجلال مطرح ما كنا امبارح. حاضر. نور. ضو 15 10 اعاد اول مره. انا خلاص وصلت لاخر درجات الياس. حياتي ما عاد لهاش طعم ولا معنى. انا كمان الحياة ما بقتش تهمني بعد ما ضاع مني أعز وأغلى ما فيها. لكن حبنا هيفضل خالد حتى بعد الموت. هنتقابل تاني ونحيي حبنا من جديد.
ستوب. برافو 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 هادي. عظيم برافو برافو يا جلال. كويس عظيمة هاي أكتر من ممتازة. ربنا يخليك يا ست، ربنا يعمر بيتك زي ما هتعمري بيتنا بالأرضات بتاعت الفيلم ده. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ده ما فاضلش على ميعاد الطايرة غير ساعة واحدة. أنا متأسفة يا أحمد. أنا فكرت كتير ومش حاضر أسافر. وأرجوك تعتبر كل اللي كان بينا انتهى. ده ممكن في ليلة واحدة تتغيري بالشكل ده؟ بالعكس أنا ما اتغيرتش أبدا. أنا عمري ما حسيت إني بحبك زي ما بحبك دلوقتي. أمال إيه اللي حصل ده؟ أنت مراتك ست لطيفة وبتحبك وأولادك محتاجين لك، ذنبهم إيه؟ وأنا كمان ما أقدرش أبني سعادتي على تعاسد غيري. أرجوك يا أحمد لازم ترجع لهم وحاول تنساني. أنساكي؟ وأنت هتنسيني؟ أنساك؟ أنا هفضل طول عمري أفتكرك. هقول يا ترى هو لسه فاكرني زي ما أنا فاكراه. النجاح ده كله انت سبب كده. هو دايما بيتكلم عليك وما عملش المجهود ده كله الا علشان يثبت لك انه مهم. طب ايه رايك نصالحكم على بعض؟ ها يلا يلا. ايه يا جلال؟ مش عارف ابتدي ازاي، لكن بيتهيألي ادخل في الموضوع على طول. يستحسن. بحبك. بحبك يا نادي. وانا كمان بحبك يا جلال، وبعتز بيك كزميل واخ. زميل واخ. حظي وحش. خساره. ابدا بالعكس. كنت فاكر اقدر اسال في حد تاني في حياتك. هيكون. اقدر اعرف مين هو؟ انسان له فضل كبير عليا. خلاص فهمت. استاذ انت هستاذن. لسه بدري. مش حاضر استنى. هروح شفرد اسكر. اخفى عليك، ما هنا في ويسكي، خليك معانا. هروح شفرد اسكر واسكر واسكر واحاول انسى. تصبح على خير. انا اسفه. اسمعوا يا حضرات، من فضلكم اسمعوني دقيقه واحده. الست الهام كانت بتقول ان انا ما عملتش اي مجهود في الفيلم ده، وعشان اثبت لكم كلكم ان انا عملت مجهود فوق طاقه البشر، ادي صوره ناديه رفعت. مش بنت عز الدين باشا رفعت ولا حاجه، دي قشطه اللي كانت بتبيع كازوزه في الملاحات، وادي الهدوم اللي جت بيها. وتقدروا تحكموا طبعا اللي بيلبسوا الهدوم دي كانوا بيتكلموا ازاي وتصرفوا ازاي، وليكم شفتوها كلكم على الشاشه وسقفتوا لها. احكموا بقى على المجهود اللي انا عملته. Thank you.
مصمم يخرب بيتي. كل ما ربنا يكرمنا ببطلة يطفشها لنا. قشطة. أنا آسف. ما قصدتش أجرحك. بالعكس. أنا متهيألي إن كلامي ده باين المجهود اللي أنتِ عملتيه من أول السلم لغاية ما وصلت للنجاح ده كله. المجهود اللي أنا عملته وهين عليك تنزل الإنسان اللي حبيتك الحب ده كله. لسه بقى أعرف. كنت بتقول إنك بتحبها. قشطة. أنتِ أعز عليا من أي حاجة في الدنيا. أنتِ مش متصورة أنتِ إيه بالنسبة لي. أنا بحبك فعلا. أنتِ التحفة الجميلة اللي أنا عملتها بإيديا. بس ده يفرق كتير عن الحب اللي أنت قلت لي عليه. ليه عملت كده؟ كان لازم أعمل أي حاجة عشان شغلنا ينجح. أنا اللي غلطانة. كان لازم أعرف من الأول إن واحد زيك مش ممكن يرضى بواحدة بتاعت كزوزة. أبدا. أنا لو فكرت في الجواز مش هلاقي أحسن منك. أنت أجمل وألطف ست شفتها في حياتي. لكن الجواز ده من حريتي وحريتي هي حياتي. مش هقدر أتجوز. أرجوك تسيبني لوحدي وتنزل لضيوفك. ما بدري. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك أول مرة. مع السلامة. طب ألف مبروك. الله يبارك فيك. تصبح على خير. شغال فيك. أي خدمة يا استهانم؟ شيء برد من فضلك يا أستاذ. أنا مضطر أمشي. استنى يا حنفي. أنا عايزك. عايز مني إيه؟ عايز تلبخ كمان شوية؟ أنا ما قلتش غير الحقيقة. وإيه اللي كسبته يا شريف لما قلت الحقيقة؟ كبرت في نظر الناس؟ أبداً. أنت نزلت في نظرنا كلنا. قد كده أنا غلطت؟ إزاي يا أستاذ تكسف البنت وتحرجها بالشكل ده؟ البنت اللي استحملت قرفك لحد ما وصلتنا للنجاح ده كله. ظاهر انا كنت سخيف قوي. بصراحة يا شريف انت كنت اناني قوي، ما فكرتش الا في نفسك. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطلع لها يا استاذ، اعتذر لها واركع تحت رجليها واطلب منها الصفح. وفوق لنفسك بقى يا استاذ يا كبير. تصبح على خير. شفت ست نادية؟ دي خرجت من شوية وركبت تاكسي. ما قالتش رايحة فين؟ أنا سمعتها وهي بتقول للسواق شبر. شبر؟ هتروح شبر تعمل إيه؟ جلال. نادية، إيه اللي جابك هنا؟ دي حكاية طويلة عاوزة لها قعدة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بحب يا نادي. حب يأس. حب من غير عمل. الحال من بعض.
اطلب لي ويسكي دبل. واحد ويسكي دبل. عشان نبقى في الهوا سوا. مفيش فايدة. مش هتقدر تعيش من غيرها. لسبب بسيط يمكن أنت مش عارفه. لكن أنا متأكدة منه. أنت بتحبها يا شريف. مش معقول. أنت بتضحك على روحك ولا بتضحك علينا؟ قوم روح لها. يلا مستني إيه؟ قوم روح لها لا تضيع منه. يلا. إيه رأيك؟ في إيه؟ تيجي ننتحر. علشان حبنا يفضل خالد. فكرة فكرة مدهشة. يلا قبل ما حد ياخد باله. ايه يلا. مين اللي هيحدف نفسه الاول؟ انا اقولك احنا الاثنين ويا بعض. يا لهوي ده احنا هننزل حتت حتت. انا عندي فكره. قول. موسى بموسى بس جوزيني احسن. اتجوزك انت؟ ده عاوزة لها ازازة ويسكي كمان. كمان ازازة ويسكي. اتفضلي. يلا. انا اتجوزك انت. وانا اتجوزك انت. قومي معايا. سيب ايدي. انت عاوز مني ايه؟ ما كفاكش اللي عملته فيا؟ مش هقدر اكلمك وانت سكران. يلا بينا. يلا بيكوا على فين. ابعد. اسكت انت احسن لك. اسكت ازاي؟ ده خطيبي. ده خطيبك؟ من امتى؟ ايوه خطيبها. وخمس دقايق بس. انت عاوز مني ايه؟ اقعد انت احسن لك. اذا ما قمتيش معايا انا هقتلك. تاني. قومي معايا. ايه وحشتي. اوعى لحظه. ايه اللي تاخد بالك؟ تعالى كده. انت باين عليك عايز تتقابل. ايوه اوعى. ده انت وهو عليا ان احنا نخلي وشك شوارع. امشي اقعد. الا انا شفت الست الشارع دي فين قبل كده؟ الا سيبني. مالكش دعوه بيا. سيبني. الا انت عاوز مني ايه؟ اوعى سيبني. وما تقدرش تعيش من غيري؟ الا اتكلم قول اي حاجه. بحبك يا نادي. انا مش نادي. بحبك يا قشطه. ايوه.